بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالدرس الثالث من الفصل الثالث، وهو كيف تختلف الذرات. طبعا في الدرس السابق لاحظنا أن الذرة أو النموذج الذري الأخير يتكون من نواة تحتوي على بروتونات ونيترونات، وهناك الإلكترونات التي تتحرك حول النواة. فما الذي يحدد هذه الذرة عن تلك الذرة الأخرى؟ إذن الفكرة الرئيسية من الدرس أن البروتونات وعدد الكتلة، عدد الكتلة يمثل بالإضافة للبروتونات النيترونات، لأنه كما قلنا أن كتلة الذرة تتمركز في نواتها التي تحوي بروتونات ونيترونات. أولا نتعرف عن العدد الذري. طبعا في الجدول الدوري رتبت العناصر حسب تزايد أعدادها الذرية، ويلاحظ في كل مربع في الجدول الدوري، كل مربع يلاحظ فيه الاسم، ممكن يكتب باللاتيني، والرمز مثلا هنا الهيدروجين H، ويكتب في أعلى الرمز من الأعلى العدد الذري اللي هو عدد البروتونات، طبعا راح نعرفه، ويكتب هنا الكتلة أو ما يسمى متوسط الكتلة. نستطيع أن نقول أنه بدأ العالم موزلي واكتشف أن عدد الشحنات الموجبة في النواة هو الذي يحدد نوع الذرة. إذن اكتشف العالم موزلي أن الذي يحدد نوع الذرة هو عدد الشحنات الموجبة، أن عدد الشحنات الموجبة اللي هي ماذا تمثل؟ الشحنات الموجبة يعني البروتونات، هو الذي يحدد نوع الذرة، سمي بالعدد الذري. هذا عدد البروتون سمي بالعدد الذري. إذا العدد الذري نستطيع أن نقول هو عدد البروتونات داخل النواة. طبعا باعتبار أن الذرة متعادلة كما قلنا في النموذج الذري، والعدد الذري هو يمثل عدد البروتونات الموجبة، والذرة متعادلة يعني عدد الشحنات الموجبة يجب أن يساوي عدد الشحنات السالبة اللي هي الإلكترونات، وبالتالي نستطيع أن نقول العدد الذري هو يمثل عدد البروتون وبنفس الوقت يمثل عدد الإلكترونات أي الشحنات السالبة. يعني العدد الذري أستطيع أن أقول هو عدد البروتونات وبنفس الوقت هو عدد الإلكترونات. طبعا وزعت العناصر في الجدول الدوري حسب تزايد أعدادها الذرية، وسوف طبعا نأخذ الجدول الدوري في مقرر كيمياء 2 بشكل تفصيلي أكثر. إذن نستطيع أن نستنتج نتيجة بأن العدد الذري يساوي عدد البروتونات
ويساوي بنفس الوقت عدد الإلكترونات. هذه النتيجة مهمة جدا. لو أخذنا الآن مثال التالي في الجدول الذي أمامي، هناك عنصر PP اللي هو عنصر الرصاص. من الجدول الدوري نستطيع أن نأتي بالعدد الذري كما قلنا في المثال السابق أو المربع اللي كان أمامنا السابق، الذي في الجدول الدوري يحدد العدد الذري وعدد الكتلة والرمز والاسم إلى آخره. فمن الجدول الدوري نستطيع أن نعرف العدد الذري للرصاص 82. عرفنا العدد الذري ما هو؟ هو عدد البروتونات. إذن كم بروتون داخل نواة ذرة الرصاص؟ كم بروتون؟ 82 بروتون اللي هو العدد الذري نفسه. طيب كم إلكترون؟ نقول بما أن الذرة متعادلة فإن عدد البروتونات الموجبة يجب أن يساوي عدد الإلكترونات السالبة، وبالتالي أقول أيضا هناك 82 إلكترون تدور حول نواة عنصر الرصاص. هنا في الشكل أو في الباء، في المثال باء، أعطاني فقط عدد بروتونات، عدد بروتونات يعني عدد شحنات موجبة، هو نفسه العدد الذري وهو نفسه عدد الإلكترونات. إذا راجعت هذا العدد الذري في الجدول الدوري نلاحظ أن العنصر هو عنصر الأكسجين O. كذلك العدد الإلكترونات هنا في الشكل أو في المثال C أعطاني عدد الإلكترونات 30 إلكترونات. أقول هي بنفس الوقت تمثل عدد بروتونات لأن الذرة متعادلة، وبالتالي عدد الشحنات السالبة لازم يساوي عدد الشحنات الموجبة، وبنفس الوقت عدد البروتونات هو نفسه عدد الذري، إذا العدد الذري 30، وبالتالي العنصر هو عبارة عن الخارصين ZN، الزنك أو الخارصين إذا تابعتم من الجدول الدوري. مثال آخر، الرادون. سؤال يقول، طبعا هذا سؤال من المسائل التدريبية، ما عدد البروتونات والإلكترونات في كل من ذرات العناصر التالية؟ الرادون RN. طبعا لو رجعت إلى الجدول الدوري وجبت العدد الذري للرادون، العدد الذري للرادون هو 86، هذا يدل على أن عدد البروتونات، عدد البي البروتونات يساوي 86، وعدد الإلكترونات يساوي أيضا 86. عنصر المغنيسيوم Mg أيضا لو رجعت إلى الجدول الدوري سأجد أن العدد الذري للمغنيسيوم هو 12، وبالتالي عدد البروتونات اللي يمثل عدد الذري يساوي 12، كذلك يقابلها عدد إلكترونات أيضا 12. سؤال آخر، هل الذرات المبينة في الشكل اللي على اليسار هل لها نفس العدد الذري؟ انظر إلى، طبعا هذه الذرة الأولى رقم 1 وهذه رقم 2، انظر إلى النواة اللي هو لون داكن، في عندها 9P يعني 9 بروتونات و9N 9 نترونات. أنا يهمني البروتونات اللي هو اللي يمثل العدد الذري، خلاص. إذن هنا 9 العدد الذري لهذا العنصر 9، إذن العدد الذري
للعنصر الأول يساوي 9، لأن العدد الذري مثل عدد البروتونات، وعدد البروتونات داخل النواة هنا 9. طيب إذا أخذنا الآن العنصر الثاني في داخل النواة يوضح لي هنا 10 نيترونات ما لي علاقة فيها، ويوضح لي أيضا في عندي 9 إلكترونات. نحن قلنا عدد الشحنات السالبة يساوي عدد الشحنات الموجبة، يعني في هذه الذرة أيضا هناك 9 بروتونات وهو يمثل عدد ذري. أيضا أقول العدد الذري للعنصر الثاني أيضا يساوي 9، وبالتالي العنصرين متشابهين تماما. إذن لاحظنا أن العدد الذري هو كالبصمة للعنصر، يعني تختلف العناصر عن بعضها البعض بعدد بالعدد الذري لها. طيب عدد الكتلة، ما هو عدد الكتلة؟ نحن قلنا في الدروس السابقة أن النواة أو كتلة الذرة تتمركز في النواة، كتلة الذرة تتمركز في النواة، والنواة تحتوي على نوعين من الجسيمات، بروتونات ونيترونات. إذن نستطيع أن نقول العدد الذري هو يمثل النوعين من الجسيمات، البروتونات والنيترونات، لكن ما هي النظائر؟ وجد العلماء أن كل عنصر ممكن أن يوجد بعدة نظائر، يعني نفس الذرات لكن تختلف بأحد المكونات الذرية، بعدد أحد المكونات الذرية تختلف، وهو النيترونات. فنستطيع أن نعرف النظائر بأنها ذرات لعنصر واحد، هي ذرات لعنصر واحد، نفس العنصر لها نفس العدد الذري، نفس العدد الذري، أي نفس العدد من البروتونات. وتختلف في عدد النيترونات، نسميها نظائر. أي أنها تختلف في ما يسمى بعدد الكتلة. عدد الكتلة هو يمثل مجموع البروتونات والنيترونات، يعني مثلا لو كان عندي أنا ذرة بروتوناتها 10 ذرة ولتكون X، ونيتروناتها 11، وذرة من نفس النوع بروتوناتها 10، إذن هي نفس النوع، ما دام البروتونات متشابهة هي نفس النوع، ولكن لها عدد ذري مثلا 12. إذن عدد الكتلة هو مجموع، راح يكون عندي 22 23، إحداهما عدد الكتلة له 22 والأخرى 21. إذن العدد الكتلة الذي يمثل عدد الكتلة هذا الذي يمثل عدد الذري أو البروتونات زائد عدد النيترونات هو الذي يحدد النظائر، يعني وكأنني أقول النظير يختلف بعدد الكتلة، له نفس عدد الذري ولكن يختلف بعدد الكتلة. ونحن عادة أو يعني العلماء هذا الشيء يجب أن نعرفه جميعا، أن أي عنصر وليكن X عنصر ما، عادة يكتب العدد الذري من الأسفل من اليسار، هنا يكتب العدد الذري وهنا يكتب عدد الكتلة اللي هو مجموع
البروتونات والنيترونات. يعني مثلا لو عندي أنا عنصر وليكن Na وكتب هنا 11 من الأسفل على اليسار وهنا كتب 23، إذن أقول العدد الذري له أو عدد بروتوناته 11 بينما عدد الكتلة 23. نأخذ مثال يوضح النظائر. إذن هذا المثال لعنصر البوتاسيوم. وجد لعنصر البوتاسيوم ثلاثة نظائر، وجد له ثلاث نظائر. النظير الأول ناظر K، أكبر هذا الكلام، K 19 39. الثاني K 19 و 40 و K 19 و 41. إذن هناك عندي ثلاث نظائر، إذا ناظرنا إليها نلاحظ أنها نفس عدد الكتلة 19، عفوا نفس عدد الذري 19 19 19. إذن هي نفس العنصر K بوتاسيوم، لكن اختلفت بعدد الكتلة. هنا 39، هنا 39، وهنا 40، وهنا 41. طيب ما هو الفرق؟ يعني بأي نوع من أنواع الجسيمات الذرية اختلفت؟ 19 هو عدد البروتونات، إذن البروتونات ثابت خلاص، والإلكترونات ثابت لأنه راح يمثل نفس عدد البروتونات، إذن الاختلاف راح يكون بعدد النيترونات. إذا نظرنا إلى هذا الجدول نلاحظ أن النيترونات هنا، النيترونات 20، هنا 21، هنا 22، لكن لهما نفس العدد من الذرات ومن البروتونات. إذن هذا مثال يوضح لنا أن النظائر هي نفس العنصر، اختلفت في عدد الكتلة، أي اختلفت في عدد النيترونات، وعدد الكتلة يمثل العدد الذري زائد عدد النيترونات. طيب سؤال الآن، لو أنا الآن أريد أعرف عدد النيترونات، كيف أنا عرفت عدد النيترونات هنا؟ إذن النيترونات هي أستطيع من عدد الكتلة، أقول عدد الكتلة في هذا المثال مثلا هنا 39 عدد الكتلة. طيب كم عدد النيترونات؟ أروح أقول 39 ناقص 19 كم يطلع؟ 20. إذن عدد النيترونات 20، وهكذا أيضا هنا عدد النيترونات راح يطلع معي 21، وهنا عدد النيترونات 22. طبعا معظم العناصر في الطبيعة هي مجموعة من، يعني أي عنصر من العناصر له نظائر، إذن هو خليط من نظائر. يعني لو أخذنا هذا البوتاسيوم هو نظير من ثلاث عناصر، من ثلاث نظائر، وكل نظير له نسبة، كل نظير له نسبة. فإحنا إذا أخذنا مثلا بالجدول الدوري مثلا النظير 39، أقول بوتاسيوم 39، وكانت نسبته في الطبيعة مثلا كانت نسبته عالية جدا مثلا 93%، فإذا هو الأكثر تواجدا، ودائما نسبة وجود كل نظير لعينة من عنصر تبقى ثابتة. إذن أي عنصر من العناصر في الطبيعة هو خليط لبعض النظائر، نفس العنصر لكن مختلفة في عدد النيترونات، ونسبة وجود كل نظير في لعينة من عنصر ما تبقى ثابتة نسبتها. يعني لو أخذنا مثلا البوتاسيوم، هذا المثال البوتاسيوم في الموز، راح تكون نسبة النظير الأول مثلا 93، لأنه طبعا الموز غني بالبوتاسيوم، فنسبة
النظير 93 هي نسبته 93، النظير 39 نسبته 93.26%، بينما النظير الثاني اللي هو 40 نسبته 6.7%، والنظير هذا الأخير هو نسبته ضعيفة جدا 0.01%. طبعا هذه النسب يلاحظ أنه النسبة الأكثر هي لذلك تسجل في الجدول الدوري أو تؤخذ المتوسط دائما في الجدول الدوري، يؤخذ المتوسط، لذلك العدد الذري دائما مو شرط يكون عدد الكتلة، عفوا ليس شرط أن يكون عدد صحيح، عدد الكتلة ليس شرط أن يكون عددا صحيحا، لأن تؤخذ المتوسط للكتل الذرية للنظائر وتسجل في الجدول الدوري.